هذه دورة عادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وبطبيعة الحال غادي يناقش الأداء ديال الحزب في السنة الماضية سنة 2018، وغادي يصدق على برنامج الحزب وميزانية الحزب سنة 2018، وبطبيعة الحال غادي يناقش السياق السياسي والمسجلات السياسية والعمل الحكومة بالخصوص والعمل ديال البرلمانيين والعمل ديال الجماعات الترابية، وكل هاد المجالات الثلاثة يتقدم فيها تقارير للمجلس، وغادي يناقش كيفاش خدموا أعضاء الحزب في هاد المجالات الثلاث، وغادي يدير مقترحات وغادي يصدر بيان ختامي غادي يحدد المواقف السياسية ديال المجلس الوطني ويحدد اشنو كيفاش كينظر التقييم ديال الاداء الحزب في هذه المرحله. النقاط اليوم محدده في جدول الاعمال وهي التقييم ديال الاداء ديال الحزب، لانه هذا حزب تيساهم في الاصلاح ديال البلاد من مختلف المواقع على مستوى الحكومه، البرلمان، الجماعه الترابيه، فلا بد من تقييم ديال الاداء ديال الحزب من اجل تطويره وتجويده، وكذلك الاساسي بالنسبه لنا على مستوى المجلس الوطني بالاضافه للاوراق اللي تتعرضها الامانه العامه، ان هذه واحد المحطه ديال التعبئه ديال المناضلين ديال المناضلات من اجل يعني المواصله ديال الحزب لدوره بكل قوه وثبات لمساهمه في الاستقرار ديال الوطن وفي التنميه ديال الوطن والاستجابه للانتظارات ديال المواطنين.